طبعا مثل ما شايفين نحن الفليف اللي موجودة هون، في عنا هذه الفليف الحلوة، وفي عنا الموجود هون الفليف الحار. هون صاير الزراعة مختلفة مع بعضها، يعني هذه فليف حارة، هذه فليف حلوة، هذا بيكون من المشتل أو بيكون وحدة صاير ميتة أثناء الزراعة، زرعنا وحدة بدلها. هون في عنا الخيار، هذا الخيار اللي نحن شايفينه، هذا الخيار طبعا نحن شايفين هذا اللون الأصفر، هذا اللون الأصفر نتيجة إصابتها بمرض بنسميه مرض البياض الزغبي أو بما يعرف باللهجة اللبنانية باللبحة. هذا لازم المزارع أو الفلاح أو ربة المنزل اللي موجودة تقوم بعملية إزالة الأوراق مثل ما نحن عم نعمل بهالطريقة هذه، بمقص أو بسكينة طبعا، وبنجمعهم بنطلعهم خارج الحديقة، ممكن نحطهم ببرميل ونضبهم ونحط عليهم شوية تراب ونعملهم كومبوست. يعني كومبوست هو نوع من البقايا النباتات بعد ما تتخمر تتحول لسماد. بهالطريقة هيدي بعد ما نشيل الوراق هودي نعمل لهم عملية رشي بالمبيدات اللي نحن نعرفها موجودة بالصيدليات الزراعية، مبيدات لهذا المرض، المتخصصين هن بيعرفوا الأسماء. هلأ هذه الخيارات مثل الخيارات منسيين لأنه مبارح محوشين، يفترض يكونوا من الموجودين. هالخيارات يفترض هذه فيهن تشوه، تشوه نتيجة نقص الغذاء، وهذا بالمبدأ هو نقص بعنصر البوتاس. لو ما أخذين عنصر البوتاس تطلع الخيارة مستقيم وجلسة. يعني هذه الخيارة بالتأكيد هذه أفضل. هذا الخيار، هذا الخيار البلدي بيصلح للاستهلاك المباشر من الإنسان وبيصلح لعمليات التخليل.